شو عم تساوي؟ بدي انزل معه. لميس هذا مخفر، لوين بدك تنزلي انت؟ ايه شو ايه؟ ما معك فيزا ولا حتى جواز، اذا بتعملي اي شيء هون بتوعينا بمصيبه. وانت كيف رح تحل موضوع بابا؟ يعني معقول اوصل لهون وما اقدر حل الموضوع؟ بيجوز. هلا بتشوفي بعيني. دايما يا جماعة. الله معك. صحة وأنا. إذا صار شي بخبركم. طيب لا تعزبوا ولا تولاي يا شباب. ها؟ هي أختكم اللي على التليفون، رح أقول لها إنه ما رحتوا على المدرسة. قالوا لميس؟ شو صار؟ طمنيني. نحن وصلنا وبدر فات لحتى يطالع بابا هلا. إيه حلو كتير، والله طول الليل ما قدرت نام، كنت قلقانة عليكي. كيفهم الأولاد؟ مناح كتير، أنتِ اطمني. بدي أحكي مع أختي لو سمحتي. ليلاس بدها تحاكيكي. يلا، انتبهوا لحالكم ماشي؟ ما تطولي كتير، احكي بس ماشي. شوي. ألو لميس، طمنيني لقيتوا لبابا؟ حبيبتي بدر راح مشان يجيب بابا هلا ونرجع لعندكم. طيب إمتى رح ترجعوا؟ المسا منكون عندكم. أوعيك تعذبي تولاي ماشي؟ لك سكري المكالمة، كتير غالية من برا. باي يا حلوة. يلا على المدرسة. ما راح نروح نحن، قلنا لك. لك أنتو مو أولاد، أنتو قرود والله. أخ والله أنا غلطت بحقك كثير يا ابني بدر. معقولة اجيت من اسطنبول لهون بس مشاني؟ والله انك بطل ابن بطل. هاي لميس يا قلبي حبيبي. الحمد لله على السلامة. والله الشاب ما في منه، كنت عارفه رح تجوا تاخذوني. كنت مفكر فيه غلط يا بدر، اجيت من اسطنبول لهون بس مشان تنقذني. والله طلع هالشاب غير شكل، يا ريتك فتي لجوا وشفتي كيف حكى معهم مشاني طالعوني. الله يوفقك ويهنيك فيه يا بنت. متذكر شو اللي صار معك؟ لا. ما بتعرف كيف وصلت لهون؟ لا والله مو متذكر ابدا. انا جبتك. ها؟ انا جبتك على اليونان. شو عم يقول؟ مزبوط اللي قاله. انت واحد مجنون يا حقير، شو بدك مني؟ انت شو اللي دخلك بحياتي؟ روح من وجهي. ما بيصير تصرخ هون قدام المخفر. اذا رح تضل تعمل هيك مع عيلتك رح رجعك لهنيك. لك انت شو اللي دخلك بعائلتي بحياتي؟ لك انا بعلم الحياه لميت واحد مثلك. برافو، صرخ اكثر كلمه واحده وبرجع بفوتك على السجن. ما في شيء بعدي من وشي، لا تمسكيني، خليني اعرفه حد ولا هذا الخطير. مين ماسكه؟ يلا اضربه وفوت على المخفر مره ثانيه. يلا لازم تشكره وتبوس ايده، لانه لولاها كنت كسرت لك عظامك يا واطي. بابا يا بابا. روحي انت بابا الحمد لله على السلامة. اشتقتلك. اشتقتولي لهالدرجة؟ كيف وانا اشتقلين بالعم فكري. اشتقنا لك والله. لك اتاري عن جد لك وحشة. وانا اشتقلين لك. اهلا وسهلا عمو، اشتقنا لك كتير. الحمد لله على سلامتك عم فكري. اهلين فيكم. الحمد لله على السلامة عم فكري. الله يسلمك يا بنت. شو طمني كيف صحتك؟ ان شاء الله منيح. ايه الحمد لله تمام. بتكون تعبان، فوت اشرب كاسة شاي. شكرا كثير، ما في لزوم ابدا. يلا سلام. امشي بقى. الحمد لله. ليش تركته يروح؟ شو دخلنا اذا راح ولا اجى يصطفي؟ خلينا نشوف حياتنا.